ودلوقتي مشاهدينا خلينا نشوف مع بعض اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب النهارده، خصوصا مباراه مصر مع زامبيا، المباراه الوديه اللي هتتلعب على استاد هزاع بن زايد في الامارات. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيقيم مركز إبداع بيت السحيمي بالشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل غنائي للفنانة ريم حمدي اللي هتقدم مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية لكبار المؤلفين والملحنين اللي قدموا أعمال فنية تعبر عن انتصارات أكتوبر المجيدة. النهاردة هيتم إجراء قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في أبيجان بكوت ديفوار بمشاركة 24 منتخب، ويترقب عشاق الكرة المصرية مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا لمعرفة مجموعة منتخب مصر في رحلة البحث عن اللقب الثامن من المسابقة القارية. وبيتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بقرعة كأس أمم إفريقيا 2023 مع كل من كوت ديفوار والسنغال والمغرب وتونس والجزائر. النهاردة لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار استعداد منتخب مصر لتصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب الوطني مع منتخب زامبيا الساعة 7 بالليل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، منها مباراة كرواتيا وتركيا الساعة 10:15 بالليل، وفي نفس التوقيت مباراة أسبانيا مع اسكتلندا.